السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنكتب مع بعض اول كود سي اس اس، وهنعرف ازاي نكتب كود السي اس اس والاماكن اللي احنا ممكن نكتب فيها كود السي اس اس والفروقات ما بينهم. طيب انا روحت هنا هعمل كده اوبن فولدر، انا عملت فولدر في الديسكتوب وسميته سي اس اس، هدخل عليه. هو دلوقتي فولدر فاضي عادي جدا. اللي انا هعمله ان انا هعمل ملف HTML. طبعا احنا متفقين ان ال CSS الهدف منها ان احنا ننسق اكواد ال HTML ونعرضها بشكل كويس، فهنكتب كود HTML عادي. طيب هنا في ال CSS هعمل فايل جديد هسميه home.html بالشكل ده. طيب في هنا اختصار حلو جدا في الفيجوال ستوديو كود، لو كتبت بس كلمة HTML هيظهر لك HTML5D، لو دوست عليها بيحط لك الاستراكشر بتاع الموقع. طبعا احنا اتكلمنا عن الكلام ده كله، اتكلمنا عن الميتا، اتكلمنا عن الدوك تايب، فانا مش هشرح ال HTML تاني، هو الكورس مشروح فعلا، فان شاء الله الحاجات دي تكون واضحه. يعني هنا في التايتل هسميه CSS course. دلوقتي هحط هنا باراجراف بالشكل ده وهكتب مثلا هلو CSS course، وخلونا نفتحه بال اللايف سيرفر. طيب ايه اللي انا عايز اعمله علشان اوضح الفكره؟ اللي انا عايز اعمله ان انا الون الكلام ده مثلا بالاحمر، اخلي لون الكلام ده بدل ما هو اسود، والاسود بتاعه هو الطبيعي اللي هو بنسميها هنا ديفولت فاليو. ديفولت فاليو قيمه افتراضيه، فالقيمه الافتراضيه بتاعه الالوان هنا هي الاسود، انا عايز اغيره اخليه احمر. اعملها ازاي؟ في الباراجراف هنا احنا اتكلمنا في الاتش تي ام ال عن الكلام ده، لكن خلينا نشرحه من الاول. باجي اقول له ان انا هعمل ستايل للاليمنت ده بالشكل ده. الستايل هنا انا كده انا بقول ان انا هعمل ستايل. الستايل هنا بيبقى عايز حاجتين، بيبقى عايز بروبرتي وبيبقى عايز فاليو. يعني اللون هو البروبرتي والفاليو هي الاحمر، يعني اكن بقول له حط لي ان اللون بيساوي احمر. ده بعمله ازاي؟ ممكن حد مثلا يخمن ان هي بتتعمل بالشكل ده، ان الكالر بيساوي ريد، هي بتتعمل بشكل شبيه من الشكل ده، بس بدل يساوي بنحط النقطتين اللي فوق بعض بالشكل ده. كده احنا بنقول له ان انا عايز اعمل ستايل للاليمنت ده ان الكالر بتاعه بيساوي ريد. كنترول اس ريلود، زي ما انتم شايفين الكالر بيساوي ريد، هنا غير اللون للاحمر. طيب علشان اكتب اكتر من كود، يعني هنا مثلا انا كتبت color red، عندنا property تانية اسمها font size. مثلا الفونت سايز اللي هي حجم الخط، يعني زي ما انتم شايفين حجم الخط هنا صغير شوية. لو احنا عايزين نكبره قوي ممكن اقول له مثلا font size، والفونت سايز هتشرح في المستقبل بشكل افضل. مثلا font size هديله مثلا 30 بيكسل ان هي تكون كبيرة، يعني شايفين كبرت اكنها h1. انا هنا بحاول اوضح الفكرة بس. طيب دي اول طريقة، دي الطريقة الأولى اللي احنا بنكتب بيها كود ال CSS، هنشيلها ونخش على الطريقة التانية. الطريقة التانية هي إن أنا أجي هنا في الهيد وأعمل إيليمنت اسمه ستايل بالشكل ده. الستايل ده بقول له إيه؟ أول حاجة لازم أقول له الإيليمنت. أنا هنا في الستايل هكلم ملف أو هكلم الإيليمنتس اللي في البادي، فأنا عايز أقول له أنا هعمل ستايل لمين بالظبط. اللي أنا هعمله إن أنا هنا هقول له بي اسم الإيليمنت، وبعد كده بفتح بالشكل ده شيفت وحرف الجيم، بفتح بالشكل ده العلامتين دول، واقول له تاني هنا بالشكل ده color red، وبسيب السيمي كولوم في الاخر علشان لو هكتب حاجه بعدها، لكن لو مش هكتب حاجه بعدها ممكن اشيلها مفيش مشكله. color red زي ما هي عشان اتاكد ان هي اتعملت. ممكن نخليها براون مثلا، ريلود، فعلا اتلونت بقت بني. كويس جدا كده تعرفنا على الطريقه الاولى ان احنا نكتب كود السي اس اس في الاليمنت نفسه، وبعد كده تعرفنا ان احنا نكتب كود السي اس اس هنا. طيب ايه الفرق؟ انا هقول لك على فرق ما بين ده وده، وهقول لك على فرق ما بين ده والطريقه الثالثه. هنا انا ممكن اكتب اكواد عادي، يعني اقول color red color كذا، لكن زي ما انت شايف الموضوع تنظيميا مش هيكون حلو، يعني شكل الكود في الاخر هيبقى سيء، وفي اختلاف تاني هنتكلم عليه الدروس الجايه. لكن هنا ممكن اكتب شويه، يعني مفيش مشكله لو كتبت شويه اكواد، بس برضو انت متخيل لو هنا مثلا انا عندي 100 اليمنت، كل اليمنت من دول انا بعمل في الستايل 100 حاجه،
بلاش 100 حاجه عشان دي تبقى مبالغه شديده قوي، بعمل في الستايل 5 أو 10 حاجات، فانا هنا هلاقي الملف بتاعي كبر قوي 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 قوي. طيب هنا بنروح للحل التالت. ايه هو الحل التالت؟ هنمسح ده، ان انا بروح اعمل ملف منفصل للسي اس اس. فباجي هنا هاجي جنب ال HTML بالظبط وهعمل ملف هسميه style.css بالشكل ده. ايه اللي انا هعمله هنا؟ ان انا تاني نفس الكود اللي كتبته هنا هكتبه هنا ب الكالر بتاعها، خلينا نقول المره دي وليكن مثلا ازرق. طيب لو رحت عملت ريلود مش هيشتغل ليه؟ لان انا هنا في ال HTML وده CSS الملفين كده ما كلموش بعض، مفيش اتصال ما بينهم. اللي انا هعمله ان انا هربطهم ببعض. طيب اربطهم ببعض ازاي؟ بنستخدم حاجه اسمها لينك، بنلينك الاثنين ببعض. اللينك ده ليه نوع، النوع بتاع ليه ريليشن، في علاقه اللينك اللي انت هتعمله ما بين الملفين دول بيكون في ما بينهم ريليشن. ايه الريليشن هنا؟ حاجه اسمها ستايل شيت، يعني بقول له الملف ده ملف ستايل وبديله حاجه كمان وهي اسم الملف. نشوف الكلام ده بشكل عملي. هنا هاجي هقول له لينك، في لينك هيحصل، الريل ريليشن بتاعته هتكون ستايل شيت. الملف هيكون او العلاقه دي علشان فكره الستايل. بعد كده هديله href، الhref هنا وبدينه، هي الhref عامله زي السورس بتاع الصوره، بدينه الملف اللي انا هربط بيه. فانا هنا هقول له style.css، خلينا نعمل ريلود. طيب زي ما انتم شايفين هو كده ربطه فعلا، لان الباراجراف اتلون ازرق. يبقى كده في الدرس ده اتكلمنا ازاي بنكتب كود سي اس اس، التلات اماكن اللي بنكتب فيهم كود سي اس اس، وعرفنا مؤقتا او عرفنا فرق من ضمن الفروقات بتاعتهم، وهو ان الموضوع تنظيميا وان انت تكتب كود اكتر هيكون افضل بكتير ان انت تكتبه هنا من ان انت تكتبه هنا من ان انت تكتبه هنا. وعرفنا ازاي نربط ملف ال HTML بملف ال CSS. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوه، واشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله.